أنستي الجميلة إذا كان إجتي تلقيتي دعوة بعيد راس السنة للمرة الأولى لحفلة تعارف أو لأشخاص يمكن أول مرة بتلتقي فيهم بحب أنك تنتبهي لجوانب كتير دايما منفضل أنه نطبق قواعد التعارف للمرة الأولى على قواعد رأس السنة لأنه اليوم أنت بعدك مع أشخاص ما بتعرفيهم فاللباس انت دايما ادرى انه دايماً نحن بنشجع على اللباس المحتشم اكثر بكتير من اي لباس ممكن يسبب لنا اي احراج اذا اشخاص كمان ما بنعرفهم فالحيطه بعد اكبر ومطلوبه اكثر العزيمه اذا كانت اذا كانت بمكان عام او بمكان خاص يعني بالبيت ببيت احد الاشخاص او بسهره برات البيت هيدا الشيء ما بيقلل ابدا من اهميه انك انت تعرفي تنتقي هذا اللباس يلي نحن اكيد رح نقول انك تعرفي تختاري اللون الاسود كتير حلو اذا بتحبي تختاري الوان ولكن الاحمر كمان جميل كل ما هو براق بهذه الليله مطلوب لانه هي ليله راس السنه، فاليوم فيك تعملي اذا بدك اشياء شوي اكسترا يعني اشياء شوي خارج عن المالوف ولكن عدم الاكثار من ذلك لانك مع اشخاص منك كثير مسيطره على معرفتك فيهم. اذا كان انت كمان قبلت العزيمه لازم تعرفي انه ماكسيموم الوقت يلي انت لازم ترجعي فيه على البيت هو الساعة الواحدة وليس أكثر لأمرار أشخاص بتعرفيهم أكثر ممكن الطولة أكثر من ذلك إنما لأول مرة عند الساعة الواحدة يعني بعد ما تمرق ساعة على منتصف الليل كمان بتقدري تستأذني وترجعي على البيت وانتبهوا على حالكم